نمر إلى عملية التصويت. أعرض المادة الأولى للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. إجماع. أعرض المادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. إجماع. أعرض المادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. إجماع. أعرض المادة 4 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. إجماع. أعرض المادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. إجماع. أعرض المادة 6 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. إجماع. أعرض المادة 7 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. إجماع. أعرض المادة 8 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. إجماع. أعرض المادة 9 للتصويت. إجماع. أعرض المادة 10 للتصويت. إجماع. أعرض المادة 11 للتصويت. إجماع. أعرض المادة 12 للتصويت. إجماع. أعرض المادة 13 للتصويت. إجماع. أعرض المادة 14 للتصويت. إجماع. أعرض المادة 15 للتصويت. إجماع. أعرض المادة 16 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. إجماع. أعرض المادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. إجماع. أعرض المادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. إجماع. أعرض المادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة. إجماع. أعرض المادة 20 للتصويت. إجماع. المادة 21. إجماع. المادة 22. إجماع. المادة 23. إجماع. المادة 24. إجماع. المادة 25. إجماع. المادة 26. إجماع. المادة 27. إجماع. المادة 28. إجماع. المادة 29. إجماع. المادة 30. إجماع. المادة 31. إجماع. المادة 32. إجماع. المادة 33. إجماع. 34. إجماع. 35. إجماع. أعرض مشروع القانون برمته للتصويت. إجماع. صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 133/12 يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية.